مرحبا يا أصدقائي، اليوم سأعرفكم على لوحات للرسامين الذين رسموا البورتريهات الذاتية، وهناك أسماءهم وسنوات ميلادهم ووفاتهم مكتوبة في جانب اللوحات أو أسفلها، فلاحظوها وألقوا عليها نظرة. هذه اللوحة هي بورتريه ذاتي رسمه رامبرانت، حيث أنه لم يوقف رسم البورتريه الذاتي من أيام شبابه حتى شيخوخته، وهاتان اللوحتان هما من نوع البورتريه الذاتي، ورسمهما في سن 23. وهنا عندما رسم ذاته في سن 29 والرابعة والثلاثين، وتتميز لوحاته بتباين الألوان الداكنة مع الضوء هكذا. ذلك كان يسمى الرسام الذي رسم الضوء، إنه إحساس بالضوء الناعم، كأن هناك شمعة مضاءة وسط الظلمة. وهنا أيضا اثنان من البورتريهات الذاتية رسمهما في سن 49 و63، وسمعت أن هناك حوالي 80 لوحة بورتريه ذاتي رسمهما طوال عمره. عندما أنظر إلى أشكاله حسب العمر أشعر بشعور عجيب، كأني أرى تاريخ حياتي. هذه لوحات البورتريهات الذاتية لفينست فان جوخ. كما ترون قد رسم الكثير من البورتريهات الذاتية، وكان رسم بطريقة ضربات الفرشاة المميزة الخاصة به، كما أنه كان فقيرا جدا، ولكنه رسم نفسه كما هو بذلك الوضع بلوحاته دون أن يخفيه بشكل صريح. أحترمه احتراما كبيرا، حيث أنه لم يتخلى عن الرسم رغم ظروفه السيئة. كان هناك كثيرا من الرسامين الذين يرسمون من هم بمناصب عالية، أما جوخ فقد رسم من حوله من المهمشين الذين لا يهتم بهم الناس، وهذه اللوحة أيضا إحدى لوحاته تلك. هذه لوحة بورتريه ذاتي لفريدا كاهلو، إنها رسمت الكثير من البورتريهات الذاتية لدرجة أن سلسلة لوحاتها عبارة عن لوحات البورتريه الذاتي. تعرضت لحادثة كبيرة في طفولتها وعاشت مع إعاقة طوال حياتها، لكنها لم تتخلى عن الرسم حتى وهي مستلقية في غرفة المستشفى. تميز وجهها بحاجبيها الغامقين وشاربها الخفيف ونظرة عينيها القوية واللتين تنظران إلى الأمام وغيرها. تعطي هذه اللوحة انطباعا غريبا مع تباين الطقس الغائم في الخلفية مع زينة الزهور عند رأسها، كما أن هناك أوراق العشب الأخضر والحيوانات البرية خلف وجهها لسبب ما. أعتقد أن ذلك يظهر أنها تتمتع بشخصية قوية بعد التغلب على آلامها، بدلا من الشخصية الأنثوية والناعمة. هل استمتعتم بالنظر إلى اللوحات؟ قد وجدت صورة لي التقطت من فترة أمام البحر من الألبوم. أردت أن أرسم نفسي مع البحر الرائع. أنتم أيضا يمكنكم البحث عن منظركم الذي تريدون رسمه من الألبوم أو التقاط صورة جديدة. إذن نبدأ الرسم من الآن. نعم قد أكملت الرسم التخطيطي هكذا مسبقا، هيا نلونه مباشرة. سنلون كل شيء غير السماء بألوان الشمع وأقلام التلوين.
أريد أن ألون السماء بإحساس انتشار الألوان المائية. أولاً نضع كمية مناسبة من الماء في ورقة الرسم كلها. وبعد ذلك مع وضع الألوان المائية فوق الماء قبل جفافه يمكننا أن نعطي إحساس الانتشار الناعم هكذا. هذا طلاء إكريليك أبيض، لدي ثلاثة أنواع من ثلاث ماركات، لكنها كلها من نفس دهانات الإكريليك. إن كنتم بحاجة إليه، اشتروه بشكل فردي واستخدموه. استخدم هذا الطلاء في الأجزاء التي أرغب في تلوينها باللون الأبيض. تتميز ألوان الإكريليك بكونها أسهل في التصحيح من الألوان المائية، فأعجبتني وسألون جزئية البحر بهذا. وآخر مرحلة هي تلوين السماء بشكل أكثر دقة بقلم الألوان. وننهي رسم الشخصية بقلم الألوان والقلم الأسود الرفيع.
نعم، قد اكتمل كل شيء. أنتم أيضا يا أصدقائي، ارسموا البورتريه الذاتي بشكل رائع. إذن نتقابل في المحاضرة القادمة.